إلى فرنسا الآن ينتقل بنا الرادار، حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل أكبر خطر على أوروبا. خلال خطابه لطرح الخطة الجديدة لتحديث الجيش، أكد ماكرون أن باريس تسعى بتلك الخطة لرفع جاهزية الجيش للدفاع عن البلاد. تمتلك فرنسا جيشا جاهزا للدفاع عن البلاد، ونسعى لتحديث الجيش ليكون متأهبا دائما. وكما ذكرت الخطة الاستراتيجية الوطنية، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالاستراتيجيات العسكرية، منها الحرب الروسية على أوكرانيا التي تشكل أكبر خطر على أوروبا وأدت لتغيير السياسات العسكرية. وللمزيد معنا من باريس عزة غريبة. عزة، إذن خطوة كبيرة، يمكن أن نتحدث عن نقلة نوعية في ميزانية الإنفاق العسكري الفرنسي بما يتجاوز 400 مليار يورو. ماذا في التفاصيل اللي طرحها ماكرون؟ تماما إيمان، هو ربما تحول نوعي في زيادة الإنفاق بالنسبة للجيش ومخصصاته من الميزانية، كما ذكرت 400 مليار يورو، زيادة بنحو الثلث عن الميزانية السابقة، ويتعلق الأمر بالسنوات الست المقبلة، وجزء كبير من هذا الميزانية سيذهب إلى الردع النووي الذي ركز عليه ماكرون في خطابه هذا، وربط الأمر أيضا بالحرب في أوكرانيا، وأيضا سيكون هناك زيادة في الميزانية التي ستخصص للاستخبارات العسكرية، وذلك بحسب ماكرون للحصول على معلومات استباقية عن أي هجمات محتملة، هذا مع التركيز أيضا على الحرب السبرانية وتخصيص مزيد من الأموال لهذا الأمر، وزيادة قدرة الجيش الفرنسي وجهوزيته الدفاعية. إذن هذه الكلمة الجهوزية الدفاعية سمعناها أكثر من مرة في هذا الخطاب للرئيس الفرنسي الذي أعلن فيه تخصيص المزيد من الأموال للجيش الفرنسي والتركيز على قدرة الردع النووية والجاهزية الدفاعية. نعم، شكرا لك عزة غريبة، مراسلتنا من باريس.